أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. عادة ما تتطلب مراجعة الدوائر الحكومية للحصول على أوراق رسمية عدة أشهر في حال لم يقم المواطن بدفع مبالغ مالية لهؤلاء أو لبعض العاملين في تلك الدوائر، رغم أن المعاملة يمكن إنجازها في يوم واحد. فمن المشاكل التي يعاني منها المواطن العراقي في تلك الدوائر والتي تتمثل إما رسوم أو استقطاعات لا تعرف لماذا أو لأي شيء يتم استقطاعها، أو بسبب سوء التنظيم وقلة الموظفين مما يسبب اكتظاظ المراجعين على شبابيك الموظفين. ناشط من محافظة البصرة يتحدث عن استقطاع 15,000 دينار عراقي من قبل نقابة الأطباء في محافظة البصرة من أجل ختم على تقرير طبي. دعونا نتابع ما قاله هذا الناشط في هذا المقطع المتداول. عليكم تحياتي للجميع من أمام نقابة الأطباء إلى نقيب الأطباء في محافظة البصرة. جيت أي تقرير فقط ختم تقرير تكاليف عملية. جيت نقابة الأطباء أخذوا من عندي 15,000 دينار. سألت ليش 15,000 دينار؟ قال بعد هاي الإجراءات اللي موجودة. شنو اليوم الصفة القانونية لل 15,000 دينار فقط مجرد ختم؟ يعني اليوم لا أنت كشفت على مريض ولا أي إجراء، فقط ختم على ورقة 15,000 دينار. يليه سويها مجانا يعني، أو سويها ألف ألفين ماكو مشكلة، مو 15,000 دينار. لا سيما أنت اليوم مأجر هذا الجراج اللي خلفي، يعني ما تتأثر اليوم إذا ختمت للشخص اللي راجع نقابة الأطباء مجانا أو ومن البصرة أيضا وفي دائرة ذوي الإعاقة، حيث انتشر مقطع مصور على منصات التواصل الاجتماعي يظهر اكتظاظ المراجعين وفوضى داخل الدائرة، ولا يوجد تنظيم أو تسهيل لمعاملات المراجعين، إضافة إلى شكوى المراجعين من عدم وجود مكيفات أو مراوح في قاعات الانتظار. دعونا نتابع هذه الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. سيد محافظ البصرة المحترم، يعجبك هاي دائرتي ذوي الإعاقة الخلف مستشفى الفيحاء، ناس كلهم معوقين وناس كلهم مرضى، يعني خيرهم يمشي له لعكازة على عم معين، عم مسوي له رقم سيارة، وشوف الازدحام، وطبعا القاعة لا تبريد ولا مروحة وازدحامات ولا نظام ولا مية شرب، وانت رجال ابن جاويد وشيخ ابن شيخ شيخ أسعد العيداني، عجبك هذا الحكي اليوم؟ هاي لك هذا المقطع، إذا عجبك هذا الحكي بعد احنا كيفك سيد هيئة الإعاقة من تابعه، راجعوا لنا الوضع وشوفوا هاي دائرتكم. وفي محافظة النجف أظهر فيديو متداول من هناك اكتظاظ مئات المواطنين، وذلك من أجل تجديد البطاقة التموينية. قالوا بسبب قلة الموظفين هناك، وتحدثوا كذلك عن فوضى وتأخير للمراجعين بسبب قلة الموظفين. دعونا نتابع هذه الصور. نجف رحمة الوالديك، شنو ذنب هاي العالم بالمئات مدري بالآلاف على مود يبدلون البطاقة التموينية؟ موظف واحد قاعد، شنو ذنب هالعالم هاي دي يجددون البطاقة التموينية مال الغذائية؟ يعني معقولة ماكو موظفين؟ واحد هذا هاي الكارثة، الدنيا العالم كلها عليه من الصبح لليل، ليش؟ الله يقبل. نبقى مع الروتين في الدوائر الحكومية في العراق، ونبقى في محافظة النجف وبالتحديد في مديرية التنفيذ بدائرة الرعاية الاجتماعية. واقع مأساوي كما وصفه عراقيون،
حيث لا يوجد حمامات ولا مقاعد ولا حتى كهرباء ولا بناية خاصة بها، وبأن عدد الموظفين قليل جدا. دعونا نتابع هذه الصور قبل الذهاب إلى تفاعل العراقيين مع موضوع الروتين في الدوائر الحكومية. مديرية تنفيذ النجف، أتعز دائرة بالنجف، لا أتعز دائرة بالعراق كله، دائرة تعبانة إلى آخر درجة، بناية متهالكة تعبانة مهدمة، عدد موظفين قليل، حمامات ما بيها، تخيل دائرة ما بيها حمامات، كراسي ما بيها، بناية ادخل للسجن ولا تراجع هاي البناية ولا تراجع هاي الدائرة، دائرة تعيسة ومبهذلة بكل حالاتها، موظفين قليلين، اكو تعاون مراجع من يجي لهنا، تخيل دائرة ما بيها كهرباء، عندهم بس هاي المولدة مخليها، وبالصيف ماكو كهرباء، هاي المولدة ما تشتغل بالصيف، لأن شنو ما عندهم غاز، يكون لازم يشترون غاز من المنتجات النفطية ب80,000. أنا بس أرد أوجه سؤالي إلى وزير العدل، يا وزير العدل، دائرة ما بيها بناية، هاي البناية اللي قاعدين بيها تابعة للرعاية الاجتماعية لصم والبكم ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني دائرة احنا بسنة 2023 ودائرة مركزية النجف ما بيها بناية، ترى والله فشلة، والله فشلة يا وزير العدل. بماذا علق عراقيون حول هذه المقاطع وهذا الموضوع؟ دعونا نتابع بعض التعليقات. أبو أمير العامر يقول: أكيد بحكم الأحزاب وميليشياتها الفاسدة وكل من حكم العراق ل20 سنة. سداد تقول: أغلب الدوائر في النجف منكوبة والكوفة أكثر من ذلك. المحامي علي ناصر يقول: بعض الدوائر هي عبارة عن كرفانات، يقول واقع مخزي. أما صباح فقال: حتى إذا أكو وطنيين من المسؤولين يسمعوك يعملون حسب المنشور، ولكن ينصدمون بالفاسدين أصحاب القرار المجهولين الذين لا يخدمهم المنشور ولا يريدون الخير للمواطن كما يقول صباح. معنا اتصال أبو خطاب من محافظة الأنبار، أرحب بك معنا أبو خطاب، كيف ترى قضية الروتين في دوائر الحكومة في العراق؟ مرحبا بك أبو خطاب، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو خطاب من محافظة الأنبار. دعونا نذهب إلى موضوع آخر، وفي آذار الماضي أعلنت وزارة التخطيط في العراق بأن هناك 1400 مشروع متلكئ، وهذا المصطلح أصبح دارجا في التصريحات الرسمية والتعاطي الصحفي حوله، حيث أن هذه المشاريع رصدت لها الأموال لكنها بقيت عند نسبة معينة ولم يتم إنجازها بشكل نهائي، والسبب هو الفساد وسرقة أموال المشروع. ومن نماذج هذه المشاريع المتلكئة نأخذكم إلى جولة مع أبرز المقاطع التي تداولها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي خلال هذه الأيام، بالتحديد خلال هذا اليوم، ونبدأ مع جسر يسمى جسر سعد الحديدي بقضاء شط العرب في محافظة البصرة، والذي أصبح معضلة كبيرة كما يقول المواطنون هناك. فبعد المناشدات الأخيرة لحل المشاكل والتخسفات في هذا الجسر، تحدث أحد الناشطين بأن الإعمار طال لون الجسر فقط وتم طلاؤه باللون الأخضر دون إيجاد حل لهذه المشكلة. فلنتابع ما قاله هذا المواطن العراقي. السلام عليكم، من قضاء شط العرب من منطقة الزريجي ومن جسر سعد. اليوم هو الخميس الموافق 25/5/2023. اخوان، قبل فترة صورت مقطع على جسر سعد، طبعا الزريجي ما اريد اقول ما فيها خدمات، الصورة هي تتكلم، شوفوا الجسر، من تكلمنا على الجسر، صلوات على محمد صبغوا اخضر، اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني بشرفكم نقول الجسر مرقع والجسر مفلش، تصبغونه أخضر، يعني بشرفكم. شنو سويتوا؟ شنو اللي سوينا؟ احنا نريد جسر، هذا جسر ممر للشركات النفطية العالمية بالمليارات، الله أكبر، بالمليارات.
هسه على الشركات النفطيه مال اللي تاع الدوله العراقيه بالمليارات تفوت عليها منا، يربط القرم الهارثه بشط العرب على الزريجي على مجنون وعلى الرقعه التاسعه النفطيه، يعني جسر الصبغونه اخضر ادري شنو راح سويتوا مزار للعالم، يعني شنو معناته هذا اخوان؟ هذا استخفاف بعقول الناس. مع كل الاسف احنا هالشط العرب شنو مثلا؟ مضحكه خلي يقولون يعني جسر طايح غرق جاي يغرق الجسر بالعالم، مليون مره صورنا مقطع، نريد مسؤول يطلع يحكي، نريد واحد يمثل الناس، الى متى ساكتين انتم يا عالم يا اخواني يا اهل الزريجي يا اهل شط العرب؟ هذا جسر يوميا غرقان بالواديم، شنو الحل؟ الحل شنو؟ فهموني تقولوا لي صبغونه اخضر. نعم، قبل الاستكمال معنا اتصال ابو زينب من محافظه النجف، ارحب بك معنا ابو زينب، تفضل ابو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. بالنسبة لهاي الأشياء طلعت شغلات الصحة وغير الصحة والغذائية بالنجف، هاي طبعا واقع مر فظيع. نعم. وأحب أركز على شغلة الرعاية الاجتماعية. هاي دائرة تعيسة ومنكوبة، أكو وياها أو تحيط بيها قطعة أرض كبيرة جدا، يعني تصل أكثر من 10-20 ألف متر مربع. هذه مخصصة للرعاية الاجتماعية وعلى أساس تبنى دور لرعاية الأيتام، والله يقول ولا تقربوا أموال اليتيم إلا أموال اليتيم إلا بالحسنى. المتنفذين والأحزاب باقوها جامعة إسلامية. بدي أشوف شنو علاقة هاي بهاي. ثانيا باقوا مديرية شباب النجف وفلشوها لقاع سواها محلات. أرضي المحافظ يدري ما يدري، وزير الشباب يدري ما يدري، وزير الرعايه الاجتماعيه يدري ما يدري، رئيس الوزراء يدري باللي جاي يصير، وغيره من السرقات وغيره من الانتهاكات والمصايب والهام. مثل لو حديقه وحزام اخضر وساحه اذا بدل ما يشجروا يسووا متنزهات ومتنفس للعوائل ويحجون بالبيئه وتوظيف البيئه، حولوها الى مباني ومولات ومراقص وكافيهات وغرز للهذا. وهذا نعرف صوتنا امان السيد رئيس الوزراء، وشكرا جزيلا لكم. نعم، شكرا ابو زينب من النجف كان معنا. معنا ابو سميه من الانبار، مرحبا بك معنا ابو سميه. ها ابو خطاب من الانبار، تفضل ابو خطاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تبارك استاذ محمد. حياك يا اهلا بك، اهلا وسهلا. استاذ محمد قاعد تحكون على الدوائر. نعم. بالعراق وين اكو دائره زينه هسه؟ كل المحافظات مو بس بالنجف ولا بكربلاء ولا نعم. بالبصره. وين ما تروح. نعم. موظفين ماكو، يشتغل موظف ما يتحاكي، تروح تحاكي الوزير ولا تحاكي الموظف. تقف برا بالشبيس تطب جوا كراسي ماكو، مقعد تقعد ماكو. كلها ونار. يعني شلون قاعد لك بتنور السرير لو تقف برا بالشمس؟ نعم. شنو سبب هذا القصور؟ شنو سببه؟ سبب الحكومه هالفساد هالبوق. البوق والنهب يا اخي، كلها تبوق من 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 اكبر من اصغر واحد الى اكبر واحد بالحكومه، كلها حراميه وكلها فساد. هذا منتشر بالعراق مو بس وين ما تروح، مو بس بكل المحافظات العراقيه. لا طب ما نعم. والله هسه الله يشهد، هسه عندنا هسه انا اللي جاي احاكيك دزيت ابني عندي شنتي لا حياه في الدين. نعم. هاي صار اليوم ثلاث ايام نوديها على هذا المستشفى ويودوها على ذاك المستشفى، عندها ولاده نوديها توديناها على جده. نعم. يا عمي ما عندهم لا ابر لا تخدير لا فخام لا حزة، كل شيء مرض. اللي مرض يموت، اللي تمرض يموت يا اخي. والله استاذ كل بحينا ومليانه من الحكي، كله مليانه منه. لا حول ولا قوه الا بالله. ما بيها فائده، يعني حتى لو نظل نحكي، والله لو نظل نحكي ما حد يسمعك. نعم. ما حد يسمعك خلاص، يعني ظل احكي منا 20 سنه لو. نعم. واحد بخيفة الله، وان الله ما يخافون، ما بكرهم يموتون. يعني بكلهم ماكو موت مباشر، تقف هناك تقف امام الله، شو تقول الله سبحانه وتعالى؟ شو تقول البشريه كلها برقبتك؟ نعم بالفعل. ليش؟
وأنا أشكرك أبو خطاب من الأنبار. كان معنا أيضا من الأنبار أبو سمية. مرحبا بك معنا أبو سمية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الكريم، مسلسل الهدري في المال العام أصبح أمرا معتادا، وأصبحت الأمور التي تخص الفساد أصبحت أمرا عاديا بالنسبة للشعب. نحن شبعنا من مسلسل الفساد وهدر المال وإهمال المواطنين وإهمال مشاعرهم. نحن الآن في مسلسل جديد، هو مسلسل الاستخفاف بالمواطنين، كأنه يقول للمواطن هذا الفساد وهذا الذي موجود والذي لا يرضى عليه أن يضع رأسه بعرض الحائط. هم لا يتقاتلون ولا ينغاضون على الفساد في المشاريع التي تخص حياة المواطن، هم يتقاتلون على الكراسي. حكومتنا مبدعة في جانب واحد، وهو جانب الملاكمة داخل قبة البرلمان. يا سادتي، من خلال البرنامج أوجه لكم نداء، نقول لكم إذا كان عندكم قوة في الملاكمة ادخروها لكي تشاركوا بأولمبياد باريس بعد سنة، لكي تقدموا منفعة للعراق بجلب بعض الميداليات الذهبية في الملاكمة. وشكرا بالطبع. أبو سمية الأنبار كان معنا. من المشاريع المتلكية في محافظة القادسية، نبقى هناك وتحديدا في مدينة الديوانية، وهو أحد المشاريع التي كان من المفترض أن يكون مجمعا سكنيا للتخفيف من عبء المواطن هناك، وبالتحديد هذا المجمع هو يقع في قضاء عفق. كان من المفترض أن يخفف أزمة السكن في هذه المحافظة التي تعد من أفقر المحافظات العراقية بسبب الفساد وقلة الإعمار فيها، رغم مناشدات المواطنين للجهات الحكومية. دعونا نتابع هذه الصور. حياكم الله أخوان الأعزاء، هاي قطعة ثانية لمشروع العمارات السكنية بقضاء عفق. هاي القطعة موجودة بمدخل قضاء عفق، موجودة بمدخل قضاء عفق، وبصفها صورة الشهيد. هاي العمارات السكنية بقضاء عفق محافظة الديوانية، اللي هاي رابع مرة أناشد على مودها وأنشر فيديوهات وأنشر صور، رابع مرة وماكو استجابة لحد الآن. مناشدة إلى وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، هذا المشروع متلكي ومتوقف صار لعشرين سنة، نطالبك بإكماله وتسليمه للعوائل الفقيرة اللي ما عندهم إيجار. أكو ناس بالضيم وبالعوز، وهاي العمارات السكنية موجودة، هاي بس القطع ظلت والمسحات. هاي القطعة هنا موجودة بمدخل عفق بإشراف السيد وزير الإعمار والإسكان الأستاذ طارق الخيقاني. هاي الوزير صورته ممسوحة، الوزير صورته ممسوحة. وهذا المشروع، اسم المشروع المجمع السكني في الديوانية عفق. دعونا نقرأ بعض التعليقات التي علق بها عراقيون حول المشاريع المتلكية. علي القطراني النجار يقول: قضاء شط العرب يفتقد إلى أبسط الحقوق، لا يوجد فيه مستشفى ينقذ أرواح الناس. أما سيد عقيل فيقول: أموال البصرة تصدر إلى غيرها، فساس المحسوبين علينا، غلط انبطاحيين، الكرسي لديهم أهم من الشعب. سيد قمر يقول: لا حياة لمن تنادي، ناس مشغولة بالسرقة، وهذا الصبغ الله أعلم كم مليون دولار أخذوا به. علي الربيعي الحمزاوي يقول: البصرة منفوخة إعلاميا ومظلومة من حيث الخدمات، وما يقدر واحد يحشي لأن أكو ميليشيات. معنا اتصال أم محمد من الموصل، تفضلي أم محمد. مرحبا بيك، تفضلي. يا هلا بيك، الله يسلمك. عندي مشكلة يا بابا، أنه عندي ابن معتقل، ولو يعني المخابرة ما على هاي. والله تفضلي. هاي يعني بريء، يعني ما كان صار 13 سنة صاروا بريء الشمع عندي. صار لجقد؟ صار لجقد مسجون؟ صار كم سنة؟ 13 سنة. 13. ها والله العظيم، يعني أنا أسمع
هذول دول الكفر والله ما أكو هاك الشيء. ما اليهود لا والله ما أكو. ما خلينا على حالنا حال والله العظيم أبوي لا محامي ولا كل شيء ما طلع. والله بنات السنة بالسادس أعدادي ما يعرفن 13 سنة صاروا. يعني أنا أسد الحكومة، أنا أسد الوزراء، أنا أسد أهل المروة، إذا هي مسلمين يطلعون برياضة كفي بقتي كفي الله يبقى. أم محمد، أيوة أم محمد اشقد كان عمره من اعتقله وشنو التهمة؟ والله هي أبوي هو هسه مواليد 76 كان نعم. عمره بس 60 والله كشف والسؤالات السوداني. شنو التهمة؟ شنو التهمة أم محمد؟ شنو التهمة ما سمعت؟ كل شيء باقوا علينا غاب الاسم ولا على يعني جوا علينا هذه وقافي قبل هاي 13 سنة أبوي. إيش قد حكم القاضي؟ 15 سنة. 15 سنة يعني هذول قضاة من يحلفون يمين يقولوا لهم أنتم إرهاب، الموصل إرهاب، الموصل أبوي يعملون إرهاب كلهم. يا بلا جيتم علينا تعذيب طبعا، وعنده هذا هاي عنده حتى بالهاي يعني طبية عنده أنه تعذب وقر أشياء ما يعرفها هو، ما يعرفها هو. لا والله يا با أنتم تعرفون هذا والله ما يعرفه. جو علينا لا باسم ولا إيه ولا بالشارع ويقف الله وكيل، هو جماعته مسكوهم الله بدأت هاي يوم هاي بدأت هاي 13 سنة. إلى متى؟ إلى متى هذا؟ ويصب أروح ويصب نجي؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. الناس في الحكومة هذا القضاة يعني إلى متى أيضا هكذا؟ لا شكرا مع السلامة. شكرا ام محمد، وصلى الله عليه يفرج عن جميع الابرياء، عن جميع الابرياء في العراق. واحنا دائما ما نتحدث في هذا البرنامج بانه نتحدث عن الابرياء الذين ذهبوا بسبب وشاية المخبر السري، بسبب وشاية كراهية، بسبب عدم التحقيق الفعلي والجاد بالقضية، او ما تم انتزاعه خلال عمليات التعذيب. وطبعا هذا في باعتراف يعني اللجان البرلمانية وباعتراف كذلك وزارة العدل بأنه هناك الكثير من الحالات التي حكم عليهم بسبب انتزاع الاعتراف تحت التعذيب. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد، معنا اتصال أبو علي من البصرة، تفضل أبو علي. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أنا متفاعل من شركة الحفر العراقية وزارة النفط البصرة. نعم. طلعت تقاعد. نعم. يا ريت نص التلفزيون أبو علي حتى نسمعك. نصيل الأخير. نعم التلفزيون ناصي إن شاء الله. تفضل. نعم. ألو. أنا متقاعد من شركة الحفر العراقية البصرة. نعم. وزارة النفط. نعم. طلعت إلى 2010. نعم. عندنا قطعة أرض مخصصة للشركات النفطية بشرق الشايب. نعم. إحنا كنا مشمولين بقرار لجنة توزيع الأراضي للمنتسبين. نعم. إحنا من طلعة تقاعد توزعت الأراضي من 2019-2020 إحنا ما شملوني. مع الأسف مع العلم إن الشركات النفطية اللي هم طلعوا ويانا تقاعد من 2007 لحد 2012 إلى حد الآن هم يستلمون يعني لهم. إحنا حرمونا لحد 2012 نعم. اللي طلع من 2007 إلى 2008 إلى 2009 لحد 2012. نعم. شركة الحفر العراقية حرمتنا مع العلم إن اللجنة يعني حتى في توصياته إنه إذا واحد ميت هذا يسوون شو اسمه هذا قرار للمحكمة ويستلم قطعة أرض. إحنا ما أنطول بس لشركة الحفر العراقية كل المشاريع والنفط الجنوب والمصافي كل الشركات النفطية زين من تراجعهم أبو علي شو يقولون؟ نعم من تراجع الجهات المسؤولة شو يردون عليك؟ الشركة مارس ما يعطون الجواب يقول لك إحنا هذا قرارنا أخذناه على علم إحنا عندنا قرار باللجنة يعني نعم. لجنة اللي شكلت تقريبا 15 منتسب من جميع الشركات وقرروا هاي القرارات. نعم. اي احنا وين نروح بعد؟ احنا اشتكينا بالنزاع اشتكينا عند النواب اشتكينا بعد ما نحصل شيء ما نحصل نتيجه. نعم. مع العلم ان جماعتنا كلهم يعني اللي طلعوا ويانا بال 2007 بال 2009 بال 2010 الى لحد 2012 ولحد الان اللي مشمولين يعني هم عندهم قرار اللجنه المشمول اللي ماخذ راتب شهر 12/2007 نعم. هذا مشمول قطع الأراضي. وانتم ما حصلتوا شيء. الوحيدين شركة الحفر العراقية. نعم. وأقول لك أنتم ما حصلتوا شيء. إحنا ما إحنا بس إحنا شركة الحفر العراقية ها. نعم. بس شركة الحفر العراقية إحنا ما شملوني. قلت لك من 2007 2012 حرموني وين راحت أراضينا ما أدري. يعني شنو شنو نقول ما نعرف يعني. الله يعينكم. يعني هاي المساحة الكبيرة هذا العراق ما على الأقل الموظف المتقاعد ما يحصل له قطعة 250 متر 300 متر 37 سنة بذاك الحر والبرد يعني بعد الحفر هذا هذا يعني المفروض المفروض مو من هسه المفروض من أنت بعدك يعني أول سنتين ثلاثة بالوظيفة تحصل قطعة دقاع ما حصلنا ما حصلنا شو تسوي ما حصلنا الله المعين الله المعين إن شاء الله يوصل صوتك أبو علي وبلكي الجهات المسؤولة تسمعك وتخصص لك قطعة قاع أنت واللي من أمثالك. أنا أشكرك أبو علي من محافظة البصرة كان معنا. نذهب إلى ملف آخر وفي محافظة القادسية من مدينة الديوانية تحديدا ننقل لكم بعض معاناة الأهالي هناك وانعدام البنى التحتية فيها في حي المعلمين مثلا. اشتكى أهالي حي المعلمين من تخريب شوارعهم وقالوا بأن هناك شركة قامت بتخريب هذه الشوارع بحجة عمل مجاري وتركوا أهالي الحي بلا طرق وفي ظل انتشار الأحوال والمياه الآسنة في شوارعه إضافة إلى ترك المشروع دون إنجاز. دعونا نتابع هذه الصور. الله وبركاته حياكم الله وإن شاء الله الخير والبركة على الجميع. طبعا هذا الحي ربما من الأحياء المخدومة في الديوانية سابقا اللي اسمه حي المعلمين كلكم تعرفوه. تالي حي المعلمين دخلت له شركة نور الأفق وعملت عملتها بهذا الحي.
يعني إلى متى إحنا نبقى نخرب من أجل أن ننعمه؟ إلى متى يبقى المواطن يتحمل هذا الوضع السيء؟ يعني هذا شارع من الشوارع الموجودة في حي المعلمين. أنا ما أدري يعني إحنا ليش نخرب من أجل أن نعمر؟ ليش ما نعمر حتى على قولة المصريين؟ شرفكم هسه هذا وضع. نبقى في الديوانية ونذهب إلى منطقة أم الخيل، حيث اشتكى مواطنون من هناك من عمليات هدم الرصيف والجزرات الوسطية ليتم إعادة رصفها من جديد. أكدوا بأن هذا العمل غرضه صرف الأموال على مشاريع غير مهمة وليست مفيدة للمدينة، إضافة إلى إبقاء الشوارع مخربة لأيام طويلة حتى إنجاز العمل بحسب الأهالي. دعونا نتابع هذه الصور. في منطقة أم الخيل في الديوانية، حيث طالب مواطنون من هناك دائرة الماء والمجاري بإيجاد حل لهم بعد غرق منطقتهم بمياه الأمطار لعدم وجود بنى تحتية وشبكة لتصريف المياه في المحافظة. دعونا نشاهد. أنا أسحب هذه الأمطار في منطقة أم الخيل قرب نقابات العمال، خلف نقابات العمال، خلف دكان بغداد، ورا قازينة علي الكردي، دور الري سابقا. هاي من بداية المطر إلى هذا اليوم ما حد يجي سحبها، حتى لا نقدر نطلع ولا شيء، محجوزين. حول هذه الصور عبر كثير من العراقيين عن آرائهم، ومنهم من علق وقال على فيسبوك: أبو رياض الجنابي يقول حتى أحياء قضاء الشامية ماكو مجاري منذ الثمانينيات كما يقول. صادق حيدر يقول مجاري ماكو، أكيد تغرق الشوارع، وهذا دليل على سرقة الميزانية المخصصة للديوانية. أما محمد فرحان الشبلي فيقول تشا الشركات الجاي تحفر بالشوارع مو على أساس مجاري، وينها نقاطات وفضنا. أما علي يقول هي الديوانية كلها خراب ودمار، ما أجا واحد دزمها واشتغل بضمير أبدا، يقول علي عماد. نذهب إلى ملف آخر وهو أزمة الجفاف في العراق. في ظل تغير المناخ وتأثيراته على العراق وأزمة المياه، يكشف رئيس برنامج الأمم المتحدة الإمائي في العاصمة بغداد أوكي لوتسما في حديثه لصحيفة العربي الجديد بأن العراق يواجه حاليا أسوأ موجة جفاف في العصر الحديث، مشيرا إلى تناقص حاد في كميات حصة الفرد العراقي من المياه، ويوشك العراق أن يخسر رافديه بسبب السدود وقلة الإطلاقات المائية من دول المنبع، الأمر الذي أثار أيضا على مستوى المياه وأثر أيضا على مستوى المياه وملوحتها وتلوثها. في محافظة الأنبار وبالتحديد في قضاء الخالدية اشتكى أهالي منطقتي المجر والعنقور من تلوث المياه الواصلة لهم من بحيرة الحبانية إلى مشروع الإسالة الخاص بمناطقهم، حيث تشهد المنطقة نزوحا بسبب الجفاف وتلوث المياه. فلنتابع هذه الصور المتداولة. العظيم الريحة هنا ما تنطاق. احنا اليوم وين استاذ؟ قريه المجر. قريه المجر
اللي هو هذا الاساله مال المي، المكان اللي يسحبون من عنده منطقه المجر، اللي احنا دائما نروح للعنقور ونقول المجر حالهم احسن من العنقور لان دي يوصلهم مي. هذا المي اللي دي يوصلهم، هذا المي، خلي بس اصير قريب عليه. شوف المي شلون، المي يلا ترى قريب عادي. شنو البي المي يا صميم؟ طبعا ريحه المي والله العظيم احنا حرفيا والله العظيم الريحه ما تنطاق. انا خلي اقولها بهذا المصطلح، جايفه المي ريحته كريهه لا ابعد الحدود، وذا جوده ونوعيه فاشله جدا. لون المي بالنسبه للمختصين يعني مائل الى الحمار، ليش؟ لان نسبه الاملاح جدا عاليه، يعني تكون حتى البكتيريا هسه هاي اللي لونها احمر بدأت تظهر بها، فالوضعيه لا تطاق حرفيا. المي ريحته كلش آسنة الى ابعد الحدود، ريحه كريهه جدا، جودته فاشله جدا، حيل حيل سيئه. في القرنة في محافظة البصرة صور مواطن عراقي من هناك نهر دجلة قبل وصوله والتحامه بالفرات، ويوضح انخفاض مستواه بسبب أو منسوبه بسبب الجفاف، فنتابع. أما في العاصمة بغداد فقد انتشر مقطع مصور على منصات التواصل الاجتماعي في العراق لشباب وهم يلعبون كرة القدم وسط نهر دجلة بعد أن انحسر مياه النهر وانخفض منسوبه، مما أدى إلى ظهور جزرات صغيرة وسط النهر أصبحت ملعبا لكرة القدم. دعونا نتابع هذه الصور. حاليا عوضوها داخل نهر دجلة من جهة العظمية والمقابلة جهة مقابلة الكاظمية، هذا جسر الأئمة، وهذول الشباب يلعبون طابة داخل النهر، هذا النهر هسه الزوم عليهم. طبعا تغير المناخ في العراق يعتبر من أكثر التهديدات التي تهدد مستقبل والواقع الحالي للعراق. صالح خضر الصوفي يتحدث وقال حول موضوع أزمة الجفاف في العراق: القادم أسوأ، لكن من العيب الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال بأنها تنتقد سياسة الحكومة البائدة، أي حكومة ما قبل الاحتلال. حجي خليل يقول: بالخير على الحكومة التعبانة، بلد لا ماء ولا كهرباء، لا زراعة لا صناعة لا تعليم لا صحة، بلد بدون سياج، تايه خان جغان. يقول زيدان السيد يقول: بعد كم سنة يجف العراق وتحل كارثة مائية بحق العراق بسبب الحكومات التي لا تعرف كيف يتم تخزين المياه. عباس الخفاجي يقول: شبيكم بعد سنة يتوزع قطع أراضي للمسؤولين، يقصد على نهر دجلة وما حل به من هذا الجفاف. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا، من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار، من شهدائها وأسراها وجرحاها، من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة، نأتيكم في برنامج من فلسطين، عينكم على الأرض المحتلة.
أهلا بكم من جديد. أعد قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية تقريرا حول الفساد الذي ينخر بشركة الخطوط الجوية العراقية. دعونا نتابع مع بعض هذا التقرير. فخاخ في السماء وخسائر على الأرض وعقود بلا جدوى تبرمها الخطوط الجوية العراقية مع شركات لم تقدم نفعا للعراقيين. الناقل الوطني والطائر الأخضر الذي تسيد سماء المنطقة لعقود خلت تحوم حوله اليوم قضايا فساد تهدد وجوده وتنذر بخسارة فادحة للعراق وشعبه. هيمنة الأحزاب المتنفذة على إدارة الناقل الوطني كبدت الشركة ديونا داخلية تقدر ب 128 مليون دولار أمريكي وفقا لتقرير نشرته هيئة النزاهة الحكومية نتيجة الإدارة الفاسدة والعشوائية التي أثرت سلبا على سمعة الخطوط الجوية العراقية فضلا عن حظرها في دول الاتحاد الأوروبي لعدم التزامها بمعايير الجودة والسلامة. صفقات فساد جعلت من طائرات الناقل الوطني فخاخا مميتة تهدد حياة المسافرين بحسب ما جاء من شهادة طيارين يعملون على خطوط النقل الجوية فضلا عن تعدد المناشئ والأحجام والطرازات التي تصل إلى 7 أنواع ما أدى إلى حدوث مشاكل في إدارتها وصيانتها وتوقف 18 طائرة من أصل 35 بسبب سوء الإدارة والتخطيط. هسه الساعة 9:15 تقريبا وموعد الطائرة 9:15 على الخطوط الجوية العراقية لبغداد. صعدنا بالسيارة ورجعوا نزلونا قالوا الطائرة غير جاهزة وما نعرف شكت راح تكون الرحلة. يعني إلى متى تبقى حال الخطوط الجوية العراقية؟ تقرير هيئة النزاهة الذي صدر حديثا كشف بالأرقام حجم الخسائر الفادحة التي منيت بها الشركة نتيجة الفشل الذريع في إدارتها وطريقة إبرام العقود والترهل الوظيفي فيها بعدد موظفين يفوق 4,000 موظف والذين يتجاوزون الحاجة الفعلية للشركة بأكثر من الضعف بحسب تقييم اتحاد النقل الجوي الدولي إياتا. إيرادات أضحت بالكاد تسد رواتب الموظفين فيها وإهمال متعمد يتسبب بإيقاف طائرات عن العمل بسبب عطل محركاتها وعدم إجراء الصيانة الدورية في الوقت المناسب وتعطل منظومة الهبوط في بعض الطائرات. أعطال يصل مجموع المبالغ لصيانتها وفقا لتقرير النزاهة إلى 170 مليون دولار أمريكي في ظل حكومة ميليشياوية لا تفقه إلا لغة السرقات والتخريب ما ينذر بضياع مستقبل الطائر الأخضر على يد الأحزاب وميليشياتها بعد عقود من الزمن أشاد بها القاصي والداني بكفاءة شركة الخطوط الجوية وعراقتها. طبعا من الأخبار المتنوعة أعلنت حكومة كردستان العراق رفضها التعديلات الأخيرة التي أجرتها اللجنة المالية النيابية على الموازنة وقالت بأن التعديلات تتنافى مع الاتفاق الموقع بين حكومتي بغداد وأربيل مؤكدة عدم الالتزام بأي قرار خارج نطاق هذا الاتفاق السياسي. طبعا عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى القرعاوي استبعد التصويت على مشروع القانون السبت القادم مؤكد بأنه بحاجة إلى 48 ساعة على الأقل ليكون جاهزا لعرضه أمام البرلمان لا سيما مع استمرار نقاشات اللجنة في بعض الجزئيات. وزير المالية السابق علي علاوي اتهم مسؤولين رفيعي المستوى داخل الحكومة بالتواطؤ مع سرقة القرن وبين بأن القيمة الإجمالية للسرقة بلغت نحو 2.5 مليار دولار. وقال الوزير السابق علي علاوي بأن المرحلة الأولى من السرقة بدأت في أوائل 21 وانطوت على إصدار توكيلات مزورة تعطي الوكيل المزيف حق استحصال الأمانة، أما المرحلة الثانية فتضمنت استخدام شركات مزيفة للوصول إلى معاملات الأمانات الضريبية. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.